تامر حسني عنده مشكلة. مشكلته ايه؟ تامر عايز البطل الخارق، هو النجم، هو المؤلف، هو المخرج، هو المتفرج، هو كل حاجة. الحقيقة يعني في تقليد جميل جدا من المركز القومي للسينما ان الافلام المتميزة بتعرض في الهناجر ويتعمل لها ندوة بعد كده مع صناع الفيلم. على هذا الاساس عندنا فيلم اسمه حجر ايجابي. هذا الفيلم تأليف عمر محمد رياض، ودي اول مرة ان احنا نشوفه يعني كمؤلف. والفيلم مدته 50 دقيقة. دايما الافلام القصيره او المستقله تبقى قايمه على فكره، من هنا بيبان سيناريست ويبان المخرج. ممكن الممثل ما يبانش، لكن هنا بيبان فكر المخرج وفكر السيناريست. فاحنا جايين نشوف ايه الجديد اللي بيقدم من خلال هذا الفيلم. دايما كل ما بننزل بمستوى السن لتحت الاقل يعني بنشوف افكار جديده، لأن الخيال بيبقى خصبة أكتر ولسه ما أخدش محددات السوق إن اكتب لي هنا أو ما تكتبليش هنا. فإحنا جايين نشوف هذا الفيلم بيحكي عن إيه، وبعد كده هنناقش صناع الفيلم في الندوة اللي هتتعمل بعد الفيلم. والله هقولك على حاجة، أنت لو تشوفي بقى، هو مرة من المرات سألت الله يرحمه أستاذ محمود ياسين، كان ساكن لسه في الجيزة في الهرم في الفيلا بتاعته، بقول له يعني لما بيجي اوردر، قال لي لما بيجي اوردر من تحت كده مش عارفين هو طالع لمين، طالع لي انا ولا الشهيره ولا الرياض ولا الرانيا ولا العمر. فكنت بضحك. ولكن الانسان اللي اتولد في بيئه فنيه بتبهت عليه ليه؟ لان دايما النقاش الموجود في الاسره هيبقى نقاش فني، فبالتالي هتلاقي ان هو واخد من الجد ومن الاب ومن الام ومن الجده ومن الكلام من ده، فبيبقى عنده خطوه زياده اكتر من الانسان الاخر. احنا مستنيين نشوف هل ده التاثير ده ايجابي بشكل كبير ولا لا. نتمنى حقيقه. السنه دي في موسم عيد الاضحى نزل 4 افلام، 4 افلام رقم مش كبير، ولكن تكلفه كانت عاليه جدا. ليه 4 افلام؟ لان موسم عيد الاضحى لاحم في موسم الصيف، فبعد 2-3 اسابيع هتبتدي تنزل افلام تانية، ولكن ال4 افلام دول هم اللي اخذوا العيديه. طيب ال4 افلام هم افلام من الصف الاول، لان عندنا كريم عبد العزيز وكان محقق اكبر ايرادات في تاريخ السينما، عندنا امير كرارة نجم من نجوم التلفزيون اولا ثم السينما، تامر حسني مطرب، فجمهور الطرب هو اللي بيجي معاه للسينما، بالاضافه لفيلم احمد فهمي وهنا الزاهد، وده ممكن يكون فيلم رومانسي اكتر. على هذا الاساس المنافسه شديده، ولكن اقدر اقول ان فيلم كريم عبد العزيز او كريم عبد العزيز تحديدا مكتسح بشكل اكبر، لان كريم نجم صف اول مع كريم محمود عبد العزيز، فيلم متخدم عليه بشكل كبير ونزل قبل العيد باسبوع، فواخد مساحة أكبر، فده اللي راكب الموسم كإيرادات. هاجي في النقطة التانية هلاقي إن عندي أمير كرارة بقاله فترة من 4 سنين مرجعش السينما، راجع بأكشن وهو بيحب الأكشن، فالفيلم شغال. تامر حسني عنده مشكلة. مشكلته إيه؟ تامر عايز البطل الخارق، هو النجم، هو المؤلف، هو المخرج، هو المتفرج، هو كل حاجة. دي عملية صعبة. ليه؟ لان انت مطرب متميز، لكن لما بتروح للسينما ملعب اخر، ممكن تبقى مؤدي جيد طالما انت متمسك، تبقى مره مخرج زي السنه اللي فاتت ومره سيناريو وحوار، محتاجه وقت طويل. اللي بيدخل لتامر حسني هو جمهور الطرب، بيدخل يجيب ايراد، لكن مش ده اقدر اقول عليه ان هو جمهور داخل لفيلم ناجح 100%، خاصة ان هو جايب فيلم من الابطال الخارقين، والابطال الخارقين بتبقى محتاجة تكنيك شوية في الكتابة وفي الاخراج بشكل اكبر بكتير، عشان ما يحصلش كمان المقارنة ما بينه وبين الفيلم الاجنبي. فاعتقد ان هو محتاج اعادة نظر. اما احمد فهمي وهنا الزاهد،
أعتقد أن الفيلم رومانسي بشكل كبير ما كانش هياكل في العيد قوي، لأن العيد عايز الكوميديا والأكشن، لكن بعد العيد هنلاقي أن ليه خط ماشي عليه وإيراداته تعتبر جيد. كلمة أعلى الإيرادات، وكل واحد يقولك أنا أعلى الإيرادات، وبعضهم يقول أنا أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية، كل هذا الكلام لذيذ جدا ولكن مش على أرض صلبة لسبب بسيط. الإيراد الوحيد اللي أنا أقدر أقول هو ده صح بيجيني من وزارة المالية، مفيش إيراد جه عليه ختم وزارة المالية اللي بتدفع عليه ضرائب، لكن كل واحد بيقولك أنا عندي إيرادات وأنا السوشيال ميديا بتاعتي وأنا نجحت نجاح كبير ومش عارف إيه، كل الكلام ده يعتبر في مجال البروباغندا والدعاية للأفلام. أنا قلت أحمد مكي بلاش يعمل الكبيرة. أحمد مكي ممثل كويس جدا، لكن في نفس الوقت إنه هو يعمل مسلسل على مدار 8 سنين أو 8 أجزاء كتير جدا. ليه بقى؟ أنا بشوف إن ده إفلاس مهما كان حتى لو ناجح. طالما نجح جزئين ثلاثة أدخل على طول غير الفكرة عشان تجدد، لكن أنت مهما جددت ما هو الكبير أوي هو هو، إيه الجديد؟ من الأفضل أن يعمل حاجة جديدة، خاصة أنه من سنتين كان في الاختيار كان عامل حاجة تراجيدي ونجح جدا، فليه ما فكرش في فكرة جديدة؟ ده دايما رأيي، مش في أحمد مكي بس، في اللي بيكرر نفسه بشكل كبير. والنقطة دي وقعت محمد سعد على مستوى الليمبي ومشتقات، واللي بالي بالك والبوحة ومش عارف إيه وقع فيها كتير. فياريت أحمد مكي كان ممثل كويس جدا يفكر في فكرة جديدة أفضل بكتير من أنه يستمر في الكبيرة. حالة شيحة عليها كلام كتير جدا كسوشيال ميديا، لكن لما باجي أقيم حالة شيحة ملهاش تاريخ. كون أنها بعدت ورجعت وبعدت تاني ورجعة، في كل الرجوع ده ملهاش تأثير، لأن ما عندهاش أرضية تقف عليها قديمة. هي موجودة فقط كاسم حالة شيحة أنها اتحجبت ورجعت، لكن أن ليها تاريخ. يعني حالة شيحة مش هي حنان ترك، مش هي منى زكي، فرجعت أو ما رجعتش لن تقدم ولن تضيف أي جديد. والله وجعفر العمدة نجح السنة اللي فاتت نجاح كبير جدا، سمعت إن هيتعمل جزء تاني. ينجح في حالة إن ما يبقاش مكمل، ممكن يبقى فكرة أخرى بشكل جديد لجعفر العمدة. محمد رمضان ممثل كويس جدا وعنده كيميا ما بينه وبين محمد سامي. أهم نقطة عشان ينجح المسلسل زي ما حصل في المسلسل اللي فات إن تكون مكتوب 30 حلقة بالكامل قبل التصوير. نتمنى ذلك. هو وجود طبعا الأساتذة الكبار زي يحيى الفخراني في الدراما إضافة للدراما، عدم وجودهم شيء صعب، ولكن دكتور يحيى وصل لمرحلة عمرية إنه يعمل مسلسل كل 3 سنين. نتمنى إن احنا نشوفه دايما، لأنه دايما بيقدم جديد، فإحنا في انتظاره، لكن عدم وجوده في أي سنة من السنين أكيد خسارة للدراما. لا، عادل إمام طول عمره كان عايز يشتغل لآخر يوم في حياته، وأعتقد أن حالته الصحية دلوقتي لا تسمح، لكن يبقى عادل إمام أيقونة للفن المصري في مصر وفي الدول العربية. يكفي أن أنا لما رحت الجزائر أول ما عرفوا أن أنا مصري أول حاجة يقولك سلمني على عادل إمام ويكلمني بطريقة عادل إمام. عادل إمام نجم نقدر نقول خارق للزمن، فيش نجم عاد 40 سنة نجم صف أول زي عادل إمام. نتمنى له الصحة، ولكن هو ابتعد عن الفن بمزاجه، خلاص ربنا وفقه.